السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هنعمل صابون المواعين من هاي لوكس. الكيس ده بيعمل لك 6 لتر وبيكون تقيل على فكره وحلو قوي. بيكون عباره عن كيسين، واحد بودره وواحد سائل. البودره بتبقى هو اللون اللي هيطلع لك في الاخر، فهنا كان لون اصفر. التاني هو بقى السائل اللي بتخلطيه الاول، بتخلطيهم كويس جدا مع بعض وتدوبيهم كويس قوي زي ما هتشوفوا كده معايا. انا جربت قبل كده اعمل الصابون ده، مش اول مره اعمله على فكره، ده تاني مره اعمله، وكنت منزلاه في فيديو، وكنت كمان استخدمت اللي هو ماركه دكتور كلين، بس ما كانش عاجبني قوي عشان كان ريحته يعني نفاذه قوي، ريحته غريبه قوي. لكن هاي لوكس لا، حلو. هبدا دلوقتي احط الميه واحده واحده بعد ما دوبت البودر في السائل. واحده واحده بقى بنزل عليه 6 لتر، كل مرة من دي ده لتر واحد. عمالة بقى انا دلوقتي ادوب فيهم، عايزة صبر شوية بس، عايزة طولة بال في التدويب. بصوا كمية الرغوة بس اللي فوق. انا كنت عايزة اوريكو ان القوام بتاعه مش مية، القوام بتاعه سائل، ولما بتسيبيه لتاني يوم بيتقل اكتر. هنا لقيت الكمية، لا انا عايزة ازود اكتر، فكان معايا كيس تاني، قلت يلا نعمله، يلا بينا. واوزع بقى لكل حبايبي كده، كل واحدة لتر لتر كده، وكلنا يبقى معانا يعني. فزودت كيس كمان، هو برضو نفس البودر اهو، وادي الخلطة بتاعته. طبعا انا بقوم مدخله ميه فيها وانزل البواقي بتاعتها دي، ما بسيبهاش يعني. وهبدا ان انا ازود ال6 لتر التانيين. ممكن على فكره تعمليهم 5 لتر وتكتفي بكده، وهيكون قوامه تقيل قوي. وبعدين تخففي بقى وانت بتغسلي في الطبق، بقى تفضي شويه في الطبق وتزوديهم ميه وتخففي بعد كده. هنا ما شاء الله ما شاء الله، يعني كان الطشت اتملى، فانا عمالة دلوقتي ادوب في الباقي. بصوا هنا بعد ما خلاص ما دوبته، وهنا تاني يوم، بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. تاني يوم، تاني يوم القوام جيلي خالص وتقيل جدا، بصوا عامل ازاي. لا تقيل بجد، فعلا تحفة، وريحته حلوة. مش زي دكتور كلين، دكتور كلين ما عجبنيش. لا بصوا هنا بالكوباية بقى بوريكو اهو، بصوا القوام عامل ازاي، محترم ورخيص جدا جدا. انا هبدأ هنا بقى اعبيه في جراكن يعني فاضية عندي. بصوا ما بينزلش بسهولة، تقيل قوي ما شاء الله يعني. هنا بقى انا عماله بعبي فيه دلوقتي، ما شاء الله دلوقتي انت معاكي 12 لتر بسعر قليل قوي يعني. مش فاكره كنت جايباه بحاجه 20 جنيه كيس. ما تنسوش بقى تعملولي لايك وتشتركوا في القناه وتقولولي لو حد جربه قبل كده.